اللي وقع هو دابا الدري عندي ولدي طلع لي طلع عندي قال لي راه ولد فلان راه ضاربينو ولا ما عرفش مالو راه مليوح في الدروج. هو تانا قال لي واش عندك التليفون ديال باه؟ قلت له عندي. هو تا عندي واحد البيت لتحت ديال فين كنحط المسائل ديالي ومنها فيها بشكيطه ولدي خدا ولدي بشكيطه مشى بحالاتو حيت حط لي الشغل قال لي تكلف انت ونط انايا من ديك البلاصه تبعت انا ذاك الخطه ديال الدم غادي 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 حتى المحل اللي هو كيبيع فيه ويشري سمعت اسيدي فين خلاه حيت هو الصباح كيجي مع ديك السطونس كيحل عاد با كيجي من المارشي تيلحق عليه الخضره اذا وانا كنجبر الدم داخل المحل هناك غوت البوليس البوليس جاو قاموا بخدمتهم داروا وكيل الملك كل شيء ناضي عند المخزن خدموا جات ديك الساعات ديك سميت الاسعاف ديال الموتى جاو طلعوا خداو السيد داو في لامورغ وهذا هو اللي وقع وفي الاخر في الاخر باش تقلع هذا السيد هذا تقلع بالكاميرا البوليس ملي داروا التحليل ديالهم وما جبروا الدري هو مول اللي كان تلاقاو معاه قالوا له واش كتعرف هذا قال لهم لا انا ما بينه وبين والو وقال له كيفاش قال له هذا السيد هذا راه مضروب هنايا وكاع انت وانت كدور هنايا قال لهم لا حلات السيده اللي عندها الكاميرا وما يجبروه هو ديك الساعه داروا ليه دبال قال له جبر واحد البوليسي قال له داك الحوايج انت اللي كنتي لابس فينا هما؟ قال له عندي في الدار، قال له فين لمهم؟ لمهم طلع هو ويا دارهم، ساكن هو في كاتريام، طلع ويجبروا الحوايج عامرين بالدمايات، هناك البوليس نيسوا من السيد بما هو الجريم 100%. كنا كنتقداو من عنده مسكين درويش على قد الحال زعما يتسخر يماطي يهز مع العيالات تقول مزيان بزاف والله بقى فينا بزاف اثر فينا بزاف بواحد الدرجه ما تصورش كيفاش داير. تلقينا الخبر هبط نص الصباح بغا نمشي نتقدا وتا قال لك راه واحد الولد راه ميت هنايا تنصحابو شي واحد اخر حتى قالوا لينا ولد على الخضار اللي حداكم هو اللي مات مسكين بقى فينا بزاف ما نكذبش عليك والله الا لك كلنا تنترعدو وكلنا مرض ما اش غنقول لك ليلى يالله محمد رسول الله بقى فيا انا بزاف بواحد الدرجه تنشوف الدري درويش و تيتعامل مع بواه مزيان وتيعاون بواه و ما يحك عليه صبر واحد الدري زعما لا اله الا الله وصافي. اخويا جينا مع ديك السبعه ما بين السبعه والثمانيه حتى كنلقاو سمعنا بهذاك الدري بان تضرب هو الدري ضريف ماشي قبيح ما والو الدري ضريف كان بيعو نشريو معاه كيبرك معانا وتا الدري الاخر اللي ضربو ضريف غير هو مسكين مختلين عقليين شويه وصافي وجا السبب على هذاك النار ملي جينا لقينا والدي وداك الشيء كاع كيتسناو هنا وكاينين البوليس كاين كل شيء واللهم اغفر لنا ولا وصافي هادشي اللي غادي نقول لكم الله يدير تاولت الخير وصافي.